جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمعة تقول: أختكم سين تسأل وتقول: عندما جئت لأداء العمرة أول مرة لم أحرم من الميقات، حيث أنني لم أكن أعرف، وبعد ذلك أديت العمرة مرات عديدة طوال 4 سنوات مضت، فهل هذه العمرة التالية تجبر الأولى أم أن علي فدية للأولى؟ جزاكم الله خيرا. العمرة التي تركت فيها الإحرام من الميقات وأحرمت من دونه مما يلي مكة، هذه لا بد من فدية، لا بد من ذبح فدية عن ترك هذا الواجب، يعني تذبحي شاة تجزئ في الأضحية في مكة وتوزعيها على فقراء الحرم جبرانا لهذا الواجب. أما بقية العمر التي بعدها التي أحرمت بها من الميقات فهي عمر تامة ولله الحمد، لكن لا تغني عن ترك الواجب في العمرة التي قبلها، لا بد من جبرانه بالفدية. نعم.